تعزز قطاع النفط والمحروقات في الجزائر بقانون جديد اوجد كل التفاصيل المتعلقه بكيفيه تسيير وتنظيم المناقصات وذلك عبر هيئتين رئيسيتين اولاهما هيئه النفط ومن مهامها الاساسيه مسؤوليتها هي يعني تعطي المجال لكل المستثمرين يعني يدخلوا في مناقشة دوليه باش يستغلوا مثلا الناحية للاستكشاف والإنتاج بالنسبة إلى الهيئة الثانية وهي هيئة الضبطية للمحروقات لايراش احنا بالاسم يعني الفرنسي هذه الهيئة هي تطبق كل القوانين التابعة لقوانين يعني الفنية أو الصحة أو البيئية في الإطار المحروقات رفع الاحتكار عن السوق النفطية في الجزائر ساعد مجموعة سونتراك النفطية على دعوة الشركات النفطية الدولية للمشاركة في مناقصات الاستكشاف والتنقيب لقد كان صعبا جدا إشراك كل هذه المجموعات النفطية العالمية وذلك بإقناعها بأهمية السوق الجزائرية وجعلها تقبل المخاطر المترتبة عن دخول المناقصات كاميرا سي ام بي سي عربية كان لها شرف معاينة فتح أظرفة إحدى المناقصات التي يؤكد المشاركون فيها احترافية التنظيم وشفافية العملية نحن جد مسرورون بطريقة التي تمت بها المناقصة لقد كانت الشفافية سيدة الموقف والتنظيم كان احترافياً، كما نشكر حفاوة الاستقبال. بالفعل لقد كان كل شيء على ما يرام. أنا جد مسرور بعودتي إلى الجزائر. لقد قمنا باستثمارات قبل سنوات ليست بالبعيدة، ونحن فخورون بحصولنا على قطعتين للاستغلال والعمل في الجزائر. أعتقد أن الجزائر منطقة في طريقها للنمو. مما يجعلها ذات سوق واعدة جدا. ساعدت شفافية المناقصات على استقطاب رؤوس اموال شركات دولية ينتظر القطاع النفطي في الجزائر اكتشافها آبارا نفطية وحقولا غازية جديدة قبل نهاية هذه السنة. شفافية المناقصات وارتفاع أسعار النفط حفز المستثمرين الأجانب على دخول المناقصات مهما كان حجمها ليرفع ذلك الحد الأدنى لهذه المناقصات ويزيد الجزائر ربحية تضفي قيمتها المضافة على النمو الاقتصادي في باقي القطاعات الجزائرية ضعيفة الدخل. عبد الحميد بوعلم الله، سي إم بي سي عربية، الجزائر.